بارك الله فيكم على مرحبا الدعوة بك. وأيضا مواكبة هذه الأحداث. في البداية، في بداية هذا اللقاء، أذكر الجميع أن العشرية الأخيرة من شهر سبتمبر عادة ما تميز بمثل هذه العوامل الجوية القصوى في بلادنا. ولما نقول عوامل جوية قصوى، فيه الأمطار الغزيرة للفيضانات، فيه أيضا حتى في الجفاف أحيانا، فهمني. والموضوع الحصة اليوم هو الفيضانات. كنا سجلنا أرقام للأمانة نقولها بكل صراحة ونحن بكل شفافية، أنه منذ أيام ونحن نتابع هذه الحالات الجوية توقعات بها بطبيعة الحال، وكل يوم ونقترب من الفترة الهامة إلا وزادت دقة التوقعات. خاطر نذكركم في التوقعات عنا أنواع، ثم التوقعات بعيدة المدى، ثم التوقعات قريبة المدى، ثم التوقعات الآنية. وهذه الظواهر الخطرة اللي هي الأمطار الرعدية الغزيرة اللي تنزل في وقت وجيز بكميات كبيرة، 232 ملم كنا شفناها في هيبون المهدية، هيبون هي في ظرف ساعات، في ظرف ساعات، مش في ظرف 24 ساعة على طول، في ظرف 3 سوايع ونص تقريبا، 4 سوايع تحديدا، بداية من الساعة 11 إلى الساعة 5، ومن بعد من المغرب حتى الساعة 9 تقريبا وصلت 232 ملم. هذا الرقم هو قياسي جديد، وذكر أن الرقم القياسي القديم هو 202 في نفس الشهر تحديدا يوم 22 سبتمبر 2009. أو شو جوله بتفاصيل نقطة هيك أنا. تسمح خلينا نشوفوا صور اليوم تأتينا من بعد اللي صار البارح والمطرة بتاع سوسة. هاي كيف صفحة سوسة اليوم، هذه الصور